مع محمد زيدان. سيدات والسادة، في هذه الليلة بوتين وبايدن فخاخ الرمال الليبية، ليبيا مراجعة الحلفاء، إعادة تشكيل المحاور، طابت أوقاتكم. سيدات والسادة، أرحب بكم في عكس التيار في حلقة جديدة وموضوع آخر متجدد للساحة السياسية الليبية وتأثيرها أيضا عالميا على شاشة الوسط. قبل أن أفتح الحوار وضيوفي الكرام، دعونا نسمع ونرى ماذا خط صنيعاتي في تقريرها التالي. وأنت تراجع تاريخ السياسة عبر الأزمان، ستتأكد أن لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، وأن المصالح فقط هي المتحكم الأول في العلاقات. وليبيا ليست بمعزل عما يحدث خارج قطرها، بل يمتلك ملفها ثقلاً يجعل من قادة العالم تجتمع حولها، وآخرها لقاء قطبي العداء الأزلي، الولايات المتحدة وروسيا. في شهر مارس من هذا العام تخوف صحفيو العالم من بداية حرب باردة جديدة، حين وصف بايدن بوتين بالقاتل، لتعود موسكو الغريم التقليدي الجيوبوليتيكي لواشنطن بعد أن استبدلها ترامب بالصين. لكن ما أبعد الأمس عن اليوم، إذ جمعت قمة جنيف الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي في لقاء دام 4 ساعات، أخذت فيه الأزمة الليبية حيزاً لا بأس به من الحديث. روسيا التي أدرجت أمريكا في قائمة الدول غير الصديقة لم يمنعها ذلك من التفاوض معها حول المرتزقة وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ودعم الحكومة المؤقتة لإنجاح المسار السياسي، كلام لا يكتسب أهمية كبرى عدا عن أنه صادر من أهم قطبي العالم، لكنه كلام مكرر ينتظر التنفيذ على أرض الواقع. ساكن البيت الأبيض على عكس سابقه يبدو أن ليبيا على رأس أولوياته، ولن يسمح للكريملين بالهيمنة أكثر في شرق المتوسط وفي منطقة نفوذ حلف الناتو، ولقاؤه بالرئيس التركي ربما له دلالة على ذلك حسب المراقبين، وربما أيضاً تنوي واشنطن تحجيم دور أنقرة في ليبيا المتواجدة بقوة سياسياً وميدانياً. في نفس السياق، لم تدخر فرنسا جهداً لاسترجاع مكانتها في الملف الليبي، ويظهر هذا جلياً في المحادثات التي أجراها إيمانويل ماكرون مع بايدن السبت الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا، ومع إردوغان يوم الاثنين الماضي خلال قمة الناتو في بروكسل. وحسب موقع بوليتيكو الأمريكي، ماكرون عرض خطة على نظرائه سالفي الذكر لإخراج جميع المرتزقة من البلاد في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بها مراحل 3، تبدأ بإخراج السوريين التابعين لأنقرة، ثم الفاغنر التابعين لروسيا، وآخر المراحل إعادة توحيد قوات الأمن الليبية. خطة تبدو في الظاهر يسيرة التنفيذ، لكن هل ستقبل تركيا بمساواتها مع روسيا، خاصة أنها ترى تواجدها على الأرض في ليبيا شرعياً وقانونياً بطلب من حكومة الوفاق؟ لا ينكر الليبيون مسؤولية أبناء وطنهم من الطبقة السياسية والحاكمة عما حدث ويحدث من حروب ومآس وتدهور اقتصادي واجتماعي في البلاد منذ فبراير حتى الآن، لكنهم مقتنعون أيضاً أن الأيادي الخارجية تعاظمت وتطاولت وتحكمت حتى في قوتهم اليومي، لكن بأيدي ليبيا خالصة،
فمتى ستكون صحوة هؤلاء؟ وبدلاً من أيد تهدم وتتآمر، تولد أخرى تبني وتتكاتف. إذن هذا هو الفرق الآن بين الأيادي التي تهدم وتقتل وتقصف، وبين الأيادي التي نبحث عنها من خلال هذا البرنامج في الحديث عن البناء. الشيء الاستثنائي، كل ما يحدث الآن خلال هذا الأيام استثنائي، في بروكسل، في لندن، ثم جنيف، لقاء على القمة يحدث الآن أو حدث تحديدا في هذه المحاور الآن العالمية، وليبيا لم تغب عن ما يحدث خارجيا، لم تغب عن جنيف، لم تغب عن بروكسل، لم تغب عن جي 7 في لندن وغيرها. لقاء القمة الكلاسيكي كما تعود عليه رواد الساسة، رقعة الشطرنج العالمية الآن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والآن الاتحاد الأوروبي والناتو. أسئلة كثيرة وكبيرة تتمحور خاصة تجاه الفخاخ الرمال الليبية التي تستقطب الكثير من هذه القوى. دعوني مباشرة أبدأ وأرحب بضيوفي الكرام من جنيف عبر سكايب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي، وأيضا من واشنطن عضو معهد السياسات بجامعة جون هوبكنز السيد حافظ الغويل، وأيضا المحلل السياسي السيد فيصل برايق، ضيوفي في هذه الحصة وهذه الحلقة. دعوني أذهب مباشرة للدكتور حسني عبيدي. دكتور حسني، أرحب بك في عكس التيار، طابت أوقاتك، شكرا جزيلا لقبول الدعوة. أنت قريب مما كان في جنيف استثنائيا بين جو بايدن وفلاديمير بوتين. دعني أطرح سؤالا قد يكون خارج هذه المواضيع أو مستهل جنيف الذي تحدث عنه الرئيس بايدن، وقال أن اللقاء المباشر أفضل دائما عن لقائه ببوتين. دعني أطرح سؤال هنا الذي أرق كثير من الليبيين وكثير من العرب تحديدا فيما يتعلق بالملف الليبي حتما، وبالتالي أسأل: ماذا فوت الليبيين على أنفسهم مثل هذه اللقاءات المباشرة؟ يعني ما ضريبة هذه عدم 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 الولوج والدخول في هذه اللقاءات ونترك غيرنا يخوض مثل هذه اللقاءات؟ دكتور حسني، أهلا بك وبضيوفك وبالمشاهدين الكرام. أعتقد أن القضية يعني للأسف تجاوزت قدرة الليبيين وتجاوزت إرادة الليبيين، وعندما يتحول أي نزاع إلى نزاع إقليمي ثم إلى نزاع دولي تفتقد الأطراف المحلية رغم ربما طموحها ورغم كذلك نواياها الحسنة، تفقد القدرة على التحكم في زمام الأمور وكذلك في تطور الصراع. طيب الآن يعني الخروج الآن بخروج هذا الملف من أيادي الليبيين في هذا التوقيت يبدأ الآن من خلال جنيف ومن خلال بروكسل ولندن. دعنا ننتقل مباشرة للسيد حافظ الغويل. سيد حافظ، أرحب بك في عكس التيار، طابت أوقاتك، شكرا جزيلا لقبول الدعوة. ذات السؤال حينما نسمع أن هذه اللقاءات الاستثنائية وخاصة فيما يتعلق بلقاء بوتين وبايدن، لقاء استثنائي ولم تغب عنه الورقة الليبية، في اعتقادك يعني هل هذه كان بالفعل أن الورقة الليبية والملف الليبي كان حاضرا، أن الاجتماعات إيجابية، ونأتي إلى الخطة الفرنسية وغيرها، لكن هل من أولويات الآن العلاقات الروسية الأمريكية في هذا التوقيت الملف الليبي؟ سيد حافظ، مرحبا سيد محمد، دائما سعيد بالتواجد معك. أهلا بك سيدي. يعني العلاقات الأمريكية الروسية أو حتى العلاقات الأمريكية الصينية أو العلاقات الدولية في مجملها، وهذه الاجتماعات التي تمت الأسبوع الماضي من الجي 7 إلى الناتو إلى اللقاء مع بوتين واللقاءات الأخرى مع أردوغان إلى آخره، هي جزء من تغيير دولي يحدث وعلاقات دولية. يعني أنت شفت أن الأولويات لتحالف الناتو وبالقيادة الأمريكية معين، يعني عندهم اهتمام كبير بالعلاقة مع روسيا وبالتهديدات الروسية في موضوع الصين. شيء مهم جدا أنهم أعلنوا أن أي تجسس إلكتروني قد يصبح يعتبر على أساس أنه هو اعتداء ممكن أيضا يجعل من الناتو ككل
تتعامل مع العدو بمنطق مبدأ الدفاع المشترك. هناك موضوع كوفيد، هناك مجموعة من الأمور الدولية، ليبيا جزء منها ولكنها ليست الأولوية. يعني كان الحديث على مثلا التدخلات الروسية والتهديدات الروسية في أكثر من منطقة، في أذربيجان، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وممكن أن الآن تركيا هي التي ستأخذ دور الناتو في أفغانستان. هناك موضوع سوريا، هناك موضوع اليمن، هناك موضوع ليبيا. فليبيا ليست الأولوية ولكنها جزء من سياسة كاملة. لو ليبيا تريد فعلا أن تجعل من نفسها أولوية في هذه الملفات الكبرى، عليها أن تربط سياستها أو واقعها مع هذه العجلة الكبيرة التي يمر بها العالم. أما في حد ذاتها، لو ليبيا ليس لها موقف أو نظرة أو استراتيجية للتعامل مع هذه الأمور، فستصبح يعني لن يأخذ أحد مصلحتها في الحسبان، ويصبح التعامل معها فقط كورقة في هذه التحالفات. لم يعد ليبيا كما يقول ضيفي الدكتور حسني عبيدي، الأمر خرج من أيادي الليبيين إقليميا الآن. لا، أنا لا أتفق أنه خرج، لأن دائما الأمر دائما في يد الليبيين. يعني أفغانستان لم تخرج من أيادي الأفغانستانيين مهما كان التدخل الدولي. العراق أيضا ما زال الملف عراقي، ولكن ما يحدث إن لما يتنازل شعب أو حكومة عن قدرتها في أن تضع هي الأجندة التي تهمها، يصبح طبعا التعامل معها بمصالح الآخرين. يعني ليبيا لا، ما فيش حد هيهتم بمصلحتها لو هي ما عندهاش رؤية أو مشروع تقدمه في هذا. هل هذه الفرصة سيد حافظ لازالت سانحة أم فوتنا على أنفسنا هذا الأمر؟ الفرص دائما تأتي وتذهب. الآن فرصة ليبيا أقل مما كانت عليه من 10 سنوات مثلا. كل ما يطول المدة في أنك أنت لا تستغل الفرص، كلما تقل خيارات. ليبيا كانت عندها خيارات واسعة كبيرة في 2011 و2012، ولكنها طبعا فرطت في كل هذا. التدخل الأجنبي دائما يزداد بحسب التفرقة والانقسام الداخلي. نعم. يعني بدون الانقسام والتفتت داخل ليبيا، نعم، يصبح من الصعب أن تتدخل دول أخرى أو طيب تفرض رأيها. أي نعم ممكن أن تحاول، ولكنها طيب لن تستطيع أن تفرض رأيها. طيب دعني أنتقل بوجهة نظر هذه إلى ضيفي من ليبيا سيد فيصل بالرايقة. سيد بالرايقة، أرحب بك في عكس التيار، طابت أوقاتك، شكرا جزيلا لقبول الدعوة. لعلك استمعت إلى وجهتي نظر مختلفتين إن صح التعبير بين ضيفي الكريمين دكتور حسني عبيدي وسيد حافظ الغويل. ضيفي من واشنطن يقول أن الفرصة لا زالت قائمة، واللقاء المباشر كما ذكر الرئيس بايدن أنه هو اللقاء المباشر أفضل دائما. هل تتفق مع هذه الوجهة نظر أن الفرصة لا زالت قائمة، بعيدا عن مسألة الحديث أن الملف خرج من هذه الأيادي الليبية وانتقل إقليميا، حتى لو ضئيل هذه الفرصة؟ نعم، مساء الخير أستاذ محمد، أحييك وأحيي الضيوف الكرام وكذلك المتابعين. طبعا هناك فرص أستاذ محمد، ولكن أتفق مع الأستاذ حافظ بأن هذه الفرص قليلة، وخصوصا عندما نشاهد تعنت من النخبة الليبية، أتحدث عن النخبة الحاكمة في ليبيا. هذا التعنت وإيصال عادة الحالة دائما إلى الحالة المسدودة أو إلى الطريق المسدود. لاحظنا هذا الأمر شرقا وغربا، وبالتالي من يدير دفة الدولة هم نفس الأشخاص الموجودين من 2012، هم من أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع، وبالتالي عملية نقص الفرص هو هذا أمر طبيعي. طبعا عملية التغيير العنيف اللي حصل في ليبيا، التغيير الراديكالي والجذري العنيف الذي حصل مع فبراير 2011، ووجود العامل الأجنبي وبقوة وانخراطه في الحالة الليبية، هو من بدأ يسحب تدريجيا الأوراق من يد الليبيين، وخصوصا بأن الموجودين هم جاءت بهم الصدفة وأتت بهم حتى في الفترة الأخيرة
شبهات كثيرة من المال الفاسد. لكن هذه بمباركة ليبية، بموافقة ليبية سيد فيصل، ليست بالقوة. بالتأكيد بالتأكيد أستاذ محمد، نحن لست استثناء، هناك الحالة العراقية، هناك أيضا حتى في أفغانستان الحالة السورية، لاحظنا استلاب كامل للدور الدولة الوطنية في سوريا والحلول الروسي، لاحظنا حتى في تعبير حتى أحد حراس الرئيس بوتين عندما أشار برجله لرئيس الدولة بعدم التقدم. إذن ليبيا ليست استثناء في مرحلة سقوط الدول الوطنية ووجود سياسيين الصدفة في إدارة هذه الدول في فترات مأزومة وفترات معقدة. طيب دكتور حسني عبيدي من جنيف، في شهر مارس الماضي بايدن يصف بوتين بالقاتل، ومؤخرا روسيا تدرج الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول غير الصديقة، ولكن مع كل هذا يلتقيان يتحدثان في ملفات غاية في التعقيد، الحرب السبرانية التي أخذت كثير من الحوار، وملف سوريا، ملف الاس 400 النووي، وغيرها من الملفات، ومنها أيضا الملف الليبي وإن كان يعني باستحياء، لكن رفض إجراء مؤتمر صحفي بين الجانبين مؤشر يبدو سلبي، رغم أن المخرجات حسب ما يقول مسؤولين أمريكيين أنها إيجابية. بالتالي أسأل هنا دكتور، ما هي الأرضية التي المشتركة التي يمكن أن يقف عليها الجانبين، أو ما هو الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عن قطبين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وخاصة أن العلاقات يعني في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، نتحدث عن ما قبل التسعينات والاتحاد السوفيتي. يعني أعتقد أن الحوار والتفاوض هو ليس دائما مع الأصدقاء، الحوار هو ضروري مع خاصة مع الأعداء أو مع الأشخاص الذين لا تتفق معهم. هذه النقطة الأولى، ولذلك يعني هناك رغبة من الحوار والتفاوض ما بين يعني من قبل روسيا ومن قبل الولايات المتحدة. النقطة الثانية، يعني قضية المؤتمر المشترك، بالعكس هو تم إلغاء المؤتمر المشترك حتى لا يساء فهم أي حديث بحضور الرئيسين ورد من قبل أحد الرئيسين على الرئيس الثاني بأنه تشنج وعدم اتفاق، وهذا صلب المفاوضات وصلب العلاقات الدولية، يعني أن هناك عمل على الأمور المتفق عليها وترك ما تم الاختلاف عليه، لأن في المؤتمر المشترك في النهاية ستكون وجهة نظر الدولتين، وخاصة أنه ما زال الاختلاف ما بين الدولتين ما زال كبيرا، فتم الاختصار فقط على مؤتمرين متتابعين حتى لا يتم يعني وضع أي رئيس في وضع حرج. النقطة الثالثة، أنا أتفق معك أنه صحيح حتى ولو كانت القضايا العربية يعني لم تكن ذات أولوية أصلا، يعني أنا كنت قريب جدا من المؤتمر، ورئيس بوتين على طلب منه، قيل له بأن الرئيس بايدن أكد للصحفي بأنك قاتل، قال لقد تلقيت تفسيرات وتعليلات من قبل البيت الأبيض وقبلت هذه التعليلات وأنا موجود. فهناك واقعية خاصة من قبل الرئيس بوتين، يعني معروف بواقعية وبراغماتية. دكتور وقت هذا الحديث كان الحديث الآن الصحافة، رغم الصحافة الروسية التي تقول أن الرئيس الأمريكي لا يرغب الحديث مباشرة بسبب عدم قدرته على الحديث، وأن هناك زلات لسان فيما يتعلق بسوريا وليبيا ولا يستطيع الحديث مباشرة، ولكن الآن كأن هناك انطلاق الحرب عالمية، حرب باردة أخرى قد تكون في هذه الألفية. لا، يعني إيجابية مؤتمر جنيف وقمة جنيف هو أولا أنها أذابت الجليد وركزت على ما يسمى باستقرار العلاقة وكذلك قابليتها للتنبؤ، لأن كنا صحيح على شفا حفرة ربما من انزلاق أو احتكاك عسكري في أي منطقة، في المنطقة الشمالية أو في أي منطقة أخرى، لكن من ميزات هذا اللقاء هو أنه على الأقل أعاد الحوار ما بين الدولتين بطريقة مباشرة، وصحيح أن اللقاء المباشر هو يعني مهم جدا في إذابة الجليد. النقطة الأخرى متعلقة بالقضايا المنطقة العربية والقضية الليبية كذلك، أعتقد
أعتقد أنه أي تفاهم ما بين موسكو وواشنطن يعني ستكون لديه نتائج على قضايا أخرى. القضية الإيرانية في هي في هي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. بالنسبة لبايدن هناك هوس إيراني، ولذلك هنا توافق ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس بوتين الذي يريد كذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية. وبالتالي أي تفاهم ما بين الدولتين سيؤدي إلى تفاهمات إقليمية أخرى، بالعكس سيؤدي الولايات المتحدة أن ترجع إلى ليبيا وتمارس القوة المضادة، لأن هناك فعلا تغول روسي إن صح التعبير في مدة السنوات السابقة. ولذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وعودة الرئيس بايدن وعودة السياسة المتعددة الأطراف، عودة ثنائي جديد جدا تحالف وهو الولايات المتحدة مع ألمانيا وبرلين، تلقت يعني دعم كبير من قبل واشنطن من أجل المؤتمر القادم حول ليبيا. أعتقد هذه يعني هذه التحالفات الجديدة والتفاهمات الجديدة من شأنها التسريع في العملية. نعم، وهو يصلح ما فعله ربما سياسة الترامبية في ذلك الوقت، وضع روسيا على الرف ونصب العداء للصين، الحديث عن ألمانيا وأيضا سحب القوات الموجودة، كثير من الأمور خاصة في حلف الناتو التي فعلها ترامب. لكن دعوني أعود مرة أخرى للسيد حافظ الغويل. سيد حافظ، يعني أن بايدن يقول أن روسيا لا تريد حربا باردة، في وبوتين قال أن هناك بارقة أمل لأشياء كثيرة لبناء الثقة المتبادل، الحديث عن كما قال ضيفي أن أي تفاهم سينعكس على الملف الليبي. أسأل هنا يعني ما تأثير هذه التصريحات على الملف الليبي بالعموم سيد الغويل؟ أي لقاء دائما بين على مستوى القمة بين الرؤساء الدول الكبرى، روسيا، الصين، الولايات المتحدة، دائما شيء مهم. زي ما قال بايدن، الأمر مش موضوع إن موضوع ثقة، الموضوع موضوع مصالح، هو مصالح ممكن يتفقوا فيها وأشياء أخرى لن يتفقوا فيها، ولكن من المهم أن يعرف كل طرف الخطوط الحمراء للطرف الآخر، وهذا كان هو الغرض الأساسي من المقابلة. يعني بايدن ما زال لم يعتذر ولم يغير رأيه في أن بوتين رجل قاتل، يعني هذا شيء يتفق معه الكثيرين، ولكن الموضوع موضوع اللقاءات هو مش موضوع ثقة أو صحبة أو صداقة، هو موضوع أن هذه الدول عن طريق قياداتها السياسية دائما تفتح هذه الملفات بكل صراحة وكل وضوح، ولكل طرف أن يحدد خطوطه الحمراء وما هي مصالحه وماذا يريد. موضوع فالموضوعات الكبرى هذه زي مظلة تدخل تحتها مشاكل كثيرة، وليبيا جزء هناك إدارة للصراع، هناك آليات أيضا لإدارة هذا الصراع دائما، وهذا شيء مش جديد على العلاقة الأمريكية الروسية، يعني يمتد إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، كانت دائما هناك توتر، هناك بعض الأمور التي يتفقوا فيها، كثير من الأمور لا يتفقوا فيها. فيعني المواضيع التي نوقشت مواضيع كبيرة وتفصيلية، ليبيا جزء من هذه الملفات، نحن نبه الجزء، ولكن ما هو فقط خطير في موضوع ليبيا أنا هو كنت أن ليبيا سيد حافظ، أنا كنت أريد أسأل فقط في هذه النقطة، نقطة جزئية ليبيا، لأن تفاصيل دقيقة ولكن معلومات ليست كافية بالتأكيد التي خرجت. إذا تحدثنا الآن أن ما يحدث الآن هو يعني آلية لإدارة الصراع الموجود ما قبل الحرب العالمية الثانية كما تقول، لكن هل هذه الآلية الآن الموجودة وإدارة هذا الصراع كفيلة بإيجاد حلول في الملف الليبي بين الطرفين؟ لا أعتقد أن الهدف هو الحل، هدف السياسة مش حل المشاكل، السياسة لا تحل مشاكل كثيرة، ولكن هي إدارة الصراع، هي إدارة الخلاف. ولكن أنا اللي حبيت نقوله أخي محمد أن ليبيا يجب أن تكون واعية إلى يعني مكانتها الحقيقية في هذه المعادلات الدولية، يعني ليبيا لا 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 تستطيع ولا يجب أن تبالغ في أهميتها أو أن تقلل، ولكن لأن في الأخير ممكن أنت تضيع في الرجلين، يعني فهمت، يعني مثلاً ممكن بكل سهولة، مش شيء غريب على السياسة الأمريكية،
أنها ممكن لو وصلت إلى اتفاقيات معينة مع الروس في موضوع سوريا أو موضوع إيران أو موضوع اليوكرين أو موضوع الغاز أو موضوع الحرب الإلكترونية إلى آخره، ممكن أن تضحي بليبيا بسهولة. يعني التفكير الليبي الذي يقول أن والله الأمريكان لن يقبلوا بتدخل روسي في ليبيا، رأوا هذا تفكير مبسط، لأن الأمريكان سمحوا بالتدخل الروسي في ليبيا على مدى حكم معمر القذافي. يعني ليبيا كانت تحسب من المعسكر الاشتراكي الشيوعي في مواقفها السياسية، في تسليحها، في تواجد خبراء روس على الأراضي الليبية. فيعني رأوا الاعتقاد أن أمريكا لن تضحي بليبيا لأن لها أهمية خاصة، هذا غير واقعي. لذلك أنا أريد أن أقول أن العقلانية في السياسة الخارجية هي أن تعرف مكانتك وأن تعرف ماذا تريد وأن تحاول أن تنسق بين ما أنت تريده وبين التغييرات الكبرى الإقليمية والدولية التي تحدث. هذا هو الاستراتيجية العقلانية في التعامل مع هذه الأمور. طيب، التضحية بليبيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست يعني ترى هذا المشهد من 40. أضيف بس إضافة، حتى تركيا ممكن أن تتنازل على ليبيا. يعني ليس ليبيا ليست محمية مطلقا من أي حسابات دولية. هو المبدأ يعني لا وجود لعداء دائم أو عدو دائم وصديق دائم. هي المسألة كما تقول هي تسوية هذه النزاعات بإدارتها وبآليتها عبر المصالح وفي نهاية المطاف. لكن دعوني أتوقف عند هذه النقطة ونأتي بعد الفاصل إلى مسألة الاقتراح المكروني فيما يتعلق بالواقعية والتمني في ليبيا في مسألة سحب المرتزقة، وأيضا الآن الحديث عن التقارب الروسي التركي والتركي الفرنسي شن تأثيره على الملف الليبي. بعد الفاصل سنعود. كل ما يحدث الآن أن المسألة في حديث وإيجابية كما ذكر ضيوفي الآن. الموضوع الآن هو ليس حل مشاكل إدارة الصراع فيما يتعلق خاصة بعد المرحلة الترامبية الآن وسابقة وتأثيراتها. أعود مرة أخرى لضيوفي أن هناك اشتباك فيما يحدث الآن من هذه الخارطة. هناك قمة أخرى ستكون قمة برلين 2، ربما سؤالها وهو هل هو تشكيك في القمة الأولى ونتائجها. أيضا المسألة الخطة الماكرونية في والاقتراح بين الواقعية والتمني، لأن 90 يوم التي ذكرتها ستيفاني ويليامز بخروج هذه القوات أخفقت 5+5 أعمال حتى الآن لم تخرج للسطح ولم تنفذ بسبب هذا التواجد، ولكن شن إمكانية ذلك. أيضا هذا التقارب الروسي والتركي مهم في هذا التوقيت، وأيضا الفرنسي هذه الخطة لأن كان هناك لقاء بين الرئيسين التركي والفرنسي. أعود مرة أخرى إلى المحلل السياسي سيد فيصل بن رايقة. سيد فيصل، يعني إدارة الصراع كما يقول ضيفي سيد حافظ من واشنطن هو المهم وليس حل الإشكاليات الآن، لأن المسألة كانت قريبة من حديث حرب باردة، ولكن هناك أمل كما يقول الرئيس فلاديمير بوتين. هذا الوضع ربما هش، ربما سينفجر في أي لحظة، وبالتالي أسأل ما تأثير هذه الهشاشة، ما تأثير عدم التفاهم على هذه الرمال الليبية، الرمال الليبية التي فيها فخاخ كثيرة، ما تأثير العقلانية الآن في 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 اتجاه هذا الملف الليبي سيد بن رايقة؟ نعم استاذ محمد، لو سمحت لي في ايجاز بسيط وفي بانوراما، لو تحدثنا عن الازمه الليبيه في فتره ترامب كان هناك تنافس وتزاحم على الملف الليبي، لاحظنا ذلك في مطالبات وزير رئيس الحكومه الايطالي جوزيبو كونتي، ايضا خلال تسليم الملف مرات للسيد ماكرون. إذن تنافس وتزاحم فيما بينهم، عقد باريس 1، باريس 2، عقد باليرمو نتيجة لانسحاب الرئيس ترامب. أيضا كانت هناك إشكاليات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه نتيجة انسحاب الرئيس ترامب والولايات المتحدة تحت مفهوم أمريكا أولا. طبعا بالتأكيد لا نريد أن نعمم تحت ما يعرف ب الشراكة المضطربة أو بارتنرشيب ترابل
التي تحدث عنها هنري كيسنجر، دائما هناك شراكة مضطربة ما بين الولايات المتحدة والأوروبيين، وهذا الاضطراب دائما يعالج فيما بينهم من خلال التفاهمات. هذه الإشكاليات تبدأ من الحديث من صيد السمك إلى الأسلحة النووية. إذن غموض موقف إدارة ترامب في معالجة الأزمة الليبية والاقتراب هنا ثم الابتعاد والاقتراب هنا هو كان سيد الموقف. الأمر الآن أصبح يختلف تماما بعد مجيء إدارة الرئيس بايدن. إدارة الرئيس بايدن أتصور بأن لديها مفهوم ما يعرف بالأمن القومي الذي عدت له وثيقة على عجل في 4 مارس الماضي، عدت له أولويات، وهو أوروبا تعد ضمن الأمن القومي حتى أوكرانيا. جاك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي يعتبر فرانكو أمريكي رحب الأوروبيين به كثيرا. طبعا لا أريد أن أتحدث عن ثقافته وعن تربيته في فرنسا وتربيته من خلال زوج والدته وهذا الموروث الثقافي الذي يحمله. الأوروبيين رحبوا بهذه الإدارة الأمريكية والتي كانت أكثر انخراطا في الموضوع الليبي. تصوري هذا الانخراط هو ناتج حتى من ضمن الدعاية والحملة الانتخابية للديمقراطيين التي عيروا بها العيارين في الديمقراطيين للتقارب أو التشابه أو التماثل ما بين ترامب وما بين بوتين، بل حتى خرجت حتى في تلك الفترة بعض الأمثلة التي أستحي أن أتحدث عنها ما بين ترامب وما بين بوتين. وبالتالي أخذ هذا الموقف الحدي من إدارة الديمقراطيين اتجاه الإدارة الروسية. طبعا الإشكالية التي حصلت في نهاية فترة الرئيس ترامب هو الحديث عن مجموعة الواغنر والخبراء والفنيين، وبالتالي إدارة السيدة ميركل أخذت الإذن من الولايات المتحدة وعقدت برلين الاجتماع الأول والذي أفضى إلى ما أفضى إليه. تصوري الآن وبعد انخراط الولايات المتحدة في الحالة الليبية وبعد ترقية مسؤول مهم وهو ريتشارد رولاند من سفير إلى مبعوث، وبالتالي هو قادر أن يتجاوز وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض مباشرة، الأسبوع قبل الماضي عين مستشارين له من أجهزة العمل الخارجي من البنتاغون أيضا من الخارجية كدعم وطاقم فني لريتشارد رولاند لمحاولة حلحلة الملف الليبي. إذن هناك إجراءات قامت بها إدارة الرئيس بايدن في اتجاه انخراطها في الحل الأزمة الليبية، لكن لا ننسى أستاذ محمد وسوف نتحدث لاحقا عن ما حصل من أو ما تحصلنا عليه من معلومات مؤكدة حول الوثيقة التي تحدث قدمها السيد ماكرون وحول الدور سنأتي إليه سيد فيصل، لكن دعني أتحول إلى الدكتور حسني عبيدي، لأن تأثير الأزمة وتأثير السياسة الترامبية حاضر معنا في هذا النقاش وحاضر حتى في هذا الملف. التقارب الروسي التركي دكتور حسني فيما يخص ملف الليبي ربما سبح به ترامب، سمعنا الضوء الأخضر الذي أعطاه ترامب إلى أنقرة وهو لا مجرى من هذا الحديث سابقا، لكن هل ما يقوم به اليوم بايدن هو تحجيم لدور أنقرة؟ يمكن أن نفهم الصورة بهذا الشكل دكتور حسني؟ هو قبل كل شيء مراقبة للدور التركي، وأعتقد أن الرئيس بايدن يعني كان في حملته الانتخابية وحتى في بداية حكمه نوعا ما حادا وقاسيا تجاه تركيا وحتى تجاه روسيا، ويتحدث عن عدائية الأنظمة الاستبدادية والأنظمة السلطوية وتحدث على روسيا والصين وتركيا، لكن رأينا أنه عاد إلى نوع من الواقعية في العلاقات الدولية، وتمت اتفاقات مهمة جدا هذا ما يقوله الأتراك خاصة في بروكسل حول مثلا قضية تقاسم الأدوار العسكرية في أفغانستان تحت مسمى الحلف الأطلسي، ثم أعتقد كذلك حتى مع الروس وقال بأن الرئيس الروسي بالحرف الواحد رئيس عقلاني وبراغماتي إلى غير ذلك. فأعتقد أن قضية الآن تصنيف العالم والرؤساء إلى سلطويين وشموليين وديمقراطيين لا مكان له في العلاقات الدولية، وبالتالي من يعني الرئيس بايدن سيستمر في النهج وهو محاولة الخروج من العديد من مناطق من النزاع. الرئيس بايدن في النهاية لديه نزعة كذلك مثل الرئيس السابق مثل الرئيس ترامب ومثل الرئيس أوباما، وهو عدم الإبقاء على قوات عسكرية وإبقاء على النفوذ العسكري بقوة، ما هو مكلف، ولأنه كذلك يعلم جيدا بأن الحاجات الأمريكية أكثر من ذلك. كيف يمكن إذن الوصول إلى معادلة؟ أعتقد
من الرئيس بايدن باسم العودة إلى العالم متعدد الأطراف، باسم التعاون مع الحلفاء، خاصة وأنه يحتاج الحلفاء في معركته الكبرى في أم المعارك إن صح التعبير وهي قضية الصين، فإنه بالتالي سيتعامل مع بواقعية مع وبإيجابية مع فرنسا التي هي تريد فعلا تكون عنصر أساسي بالإضافة إلى ألمانيا، أي سيعتمد طيب هذه على دكتور اعذرني على المقاطعة، لكن هذه الورقة التي أشرت إليها الواقعية وربما الملف الصيني الآن، هل يمكن لهذا الملف أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن الملف الليبي، أن تضحي كما يقول ضيفي من واشنطن السيد حافظ الغويل، أن تضحي الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا كما حدث في 40 سنة ماضية للاتحاد السوفيتي وروسيا، أو ربما أن تضحي تركيا بليبيا في هذا التوقيت بعد هذا التواجد القوي الآن؟ ولكن هذه الاحتمالية رجح لي إن كانت يمكن أن تتحقق، ولماذا يمكن أن تتحقق مثل هذه التضحيات من تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الليبي؟ شوف نقولها بصراحة، يعني روسيا ليست لديها القوة العسكرية ولا القوة الاقتصادية لأن تبقي على قواتها خارج روسيا لمدى كبير جدا، نظرا للأسباب التي تعرفها، هي قضية الناتج القومي وكذلك مدى قدرة روسيا على البقاء خارجيا. فرنسا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا كذلك تحتاج إلى الدول الأوروبية، ولذا الرئيس يعني بعض التقارير تقول بأن الرئيس الفرنسي طلب مباشرة من رئيس بايدن مساعدته في منطقة الساحل الإفريقي التي تعتبر منطقة أمن إقليمي أو أمن قومي عفوا لفرنسا، بالإضافة كذلك إلى ليبيا. فالانسحاب لنقول ليس انسحابا من ناحية الاهتمام، سيستمر الاهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا وبمنطقة ليبيا لأنها منطقة نفوذ مهمة، لكن الأمور تتعلق كذلك بمدى قدرة التعامل مع أطراف أخرى إقليمية متقدمة في الملف الليبي أكثر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها روسيا وبما فيها تركيا. وهذه النقطة قضية مهمة، وهي كيف يمكن لليبيا كذلك لليبيا الجديدة إن صح التعبير منذ مؤتمر جنيف مؤتمر حوار وطني أن تجد مكانا لها وأن تتعامل مع المعادلة السياسية الدولية الجديدة. الولايات المتحدة لن تنسحب بقوة، لكنها لا يمكن أن تكون هي المدير الوحيد للأزمة الليبية في المنطقة، وإنما ستتقاسم الأدوار مع حلفائها في المنطقة. طيب سيد حافظ غويل من واشنطن، يعني المكانة التي يبحث عنها الدكتور حسني عبيدي أو يطلق هذا السؤال، يعني كيف لليبيا الجديدة أن تجد المكان لها في هذه المعادلة السياسية وهذه القوى التي ذكرتها، ممكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تضحي بليبيا مجددا، ممكن أن تركيا تضحي أيضا بليبيا من أجل هذا الملف، لكن جل هذه الأمور تقع في مثلث مهم جدا الآن، روسيا الاتحادية، الاتحاد الأوروبي، الناتو، هذا المثلث لا يعرف الهدوء والعلاقات، وهناك محاور عدة متحورة فيه، بالتالي يعني ليبيا كيف وهي في حالة هذه الهشاشة السياسية والعسكرية أين ستجد نفسها مع هذا المثلث سيد حافظ؟ أولا خليني بس ندير تصحيح بسيط، أن ديك نورلاند هو ليس مندوب خاص للرئيس، هو مبعوث خاص لوزارة الخارجية، ورئيسه المباشر في واشنطن هو نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو لا يستطيع أن يقفز فوق وزارة الخارجية أو حتى مباشرة إلى وزير الخارجية. آخر واحد كان له علاقة مباشرة مع وزير الخارجية الأمريكي كان هو جوناثان واينر، وذلك بحكم علاقة خاصة بناتو. لكن في موضوع اللي أنت أعترته هو موضوع تركيا أصلاً ومن التفرعات الأخرى، تركيا لها أهمية خاصة جدا خصوصا الآن بعد وظهرت هذه الأهمية بعد الاجتماع في ناتو. تركيا الآن أصبحت مثلا هي الأداة الأساسية للناتو في أفغانستان بعد ما قرر الرئيس بايدن إخراج القوات الأمريكية وتخرج معه ناتو من أفغانستان في سبتمبر القادم.
في هذا المؤتمر حصل اتفاق على أن تركيا هي التي تحمي مثلا مطار كابول، وأهم النقاط الأساسية الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. تركيا أيضا تقف في موقف كامل مع الولايات المتحدة في موضوع اليوكرين، وأذربيجان في سوريا، وأيضا في ليبيا، يعني تركيا في الصومال. يعني تركيا أصبحت الآن القوة الكبرى في المنطقة ككل، التي تمتد من أواسط آسيا إلى شمال أفريقيا، وهي في الأخير القوة العسكرية الوحيدة لداخل منظومة الناتو، التي هي مستعدة أن تستعمل قواتها العسكرية وقدراتها العسكرية المتطورة، كما شفنا حتى موضوع الدرونز اللي هي لها تكنولوجي أكبر حتى من الولايات المتحدة في هذه المجال. فالآن تركيا هي العامل الأساسي في هذا الملعب. وانت شفت حتى ماكرون يعني بعد كل الكلام، كل الإهانات، كل التوتر، كانت فترة طفت فيها كثير من التصعيد والتوتر. الآن يعني كانت له لقاء مباشر مع أردوغان، وكان مع هناك اتفاق كبير وتواصل كبير. فالملف الأساسي، أما في موضوع أن والله ليبيا ممكن تضاحي بها تركيا، طبعا يعني في سيناريوهات، يعني هذا لن يحدث هيك لوجه الله. ولكن مثلا المصلحة التركية الأساسية في ليبيا هي منطقة، هي الحدود البحرية، والتي يعني تنحصر في منطقة برقة مش في طرابلس، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لتركيا الأساسي في ليبيا، لأنه له علاقة بسياسة الشرق المتوسط، له علاقة بالغاز، له علاقة بأمور كثيرة، بعلاقتها مع توترها مع اليونان. ففي سيناريوهات ممكن أن تكون، مثلا الولايات المتحدة ممكن وبسهولة، لأن لها ملفات أهم مع روسيا من ليبيا، لو تحصلت على ما تريده من طيب روسيا. السيناريو الأبرز الذي يمكن أن تتخلى فيه تركيا عن ليبيا، يقول ضيفي ليس واردا الآن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تضحي، رغم البراغماتية رغم الواقعية، ليس واردا الآن. سيناريو مثلا اللي يعني يجي لذهني الآن هو لو حصل مثلا انقسام جديد في ليبيا بين الشرق والغرب، والمنطقة الشرقية هي التي تواصلت مع تركيا وأصبحت هي الحليف الأساسي لتركيا، في مقابل أن تضمن لها الحدود البحرية اللي تصل إلى منطقة برقة. هذا سيناريو. في المقابل تركيا أن تتنازل إلى المنطقة الغربية للروس، لأن الروس لهم اهتمامات أكبر في المنطقة الغربية والجنوب، أو فرنسا. فيعني سيناريوهات كثيرة. الأساس في الموضوع أستاذ محمد، أرجع إلى ما قلته من الأول، أن ليبيا هي التي يجب أن تضع مضرة استراتيجية لماذا هي تريد، ماذا هي تريد، وأين مكانها من هذه الأمم. والأمر يعني لو أنا وياك، لو أنا ما نقول لكش أنا شن نبي منك ونترك الأمر ليك أنت، فأنت حتقرر على أساس، على أسس تخصك أنت يعني، وأنا مش حتحسبني في الموضوع. ليبيا يجب أن تضع النظرة. لا، لكن مع هذا الخلاف الأمر واضح، أن ليبيا تريد استيادتها واستقلالها، ليبيا تريد أن تكون دولة واحدة، حكومة واحدة، ليبيا كثير من الأشياء، يعني أمور سهلة، الاستقرار والسلم الآن. لكن سأتي إلى مسألة ماكرون، لكن هناك الحديث الآن على النفوذ الفرنسي، والأكيد الآن والأخيرة التي لا تنوي بكل تأكيد التخلي عليه، وهي هذه الخطة الماكرونية. دكتور حسني عبيدي، يعني الآن هذا التجاذب الموجود الآن، هذا التقارب بعد التوتر سنوات وتصريحات سياسية نارية صح التعبير بين أنقرة وباريس، الآن نجد تقارب تركي فرنسي في هذا التوقيت لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. كيف تجد هذه يعني كقراءة أولية، كيف تجد هذا التقارب دكتور؟
يعني الرئيس ماكرون لقي نفسه وحيدا في هذا السجال مع تركيا، يعني من وقفت مع فرنسا هي اليونان نظرا لأزمة كبيرة معروفة خاصة بالجرف البحري، وكذلك وجد معه مصر. يعني حتى الدول الأوروبية التي هي مفروض أن تكون أكبر حليف لفرنسا انقسمت على نفسها، ورأينا الموقف الألماني الفرنسي الذي كان متباعدا في النهاية، وبرلين كانت دائما تدعو إلى التهدئة. هذا أثر كثيرا على الرئيس ماكرون. النقطة الثانية موقف الحلف الأطلسي. الحلف الأطلسي قال بصراحة لا نريد أطلسة الخلافة الفرنسي التركي في شرق المتوسط وفي ليبيا. أعتقد هذه عوامل دفعت الرئيس ماكرون إلى تغيير مقاربته والتقرب من الرئيس أردوغان. في نفس الوقت الرئيس أردوغان تقرب أكثر من أوروبا عندما سمع الحملة الانتخابية، وعندما جاء بايدن، لأنه يعني في النهاية كان يخشى نوعا ما من انقلاب بايدن عليه أو تغير موقفه، فتقرب كذلك لأوروبا من خلال البوابة الأوروبية. هذا هو سر تغير دكتور هذه الزاوية مهمة، مسألة التقارب يبدو تأثير الإدارة الأمريكية واضحا في أوروبا تحديدا، كأنها تنفست الآن في هذا التوقيت. لكن هنا الأمر معني بليبيا، أنا لا أنقر على موسكو أظهرت النية الجدية في إخراج مقاتليهم وأتباعهم من ليبيا شرقا وغربا. كيف تفسر أن فرنسا دخلت بهذا الملف الثقيل وهي ليست لديها هذا الوزن العسكري والسياسي في ليبيا وتريد تنفيذ هذه الخطة؟ شوف سؤال وجيه. فرنسا تحتاج الولايات المتحدة، وأعتقد أنه مخاضات برلين المقبلة تحتاج إلى مجلس أمن يكون متوافق، مجلس تحتاج إلى قرار جديد من قبل مجلس الأمن. بدون الولايات المتحدة من الصعب جدا الوصول إلى قوة إن صح التعبير قانونية في رأيي يمكن أن تعطي دفعة أو دفعا قويا لأي قرار من قبل مجلس الأمن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، صحيح فرنسا موقفها أكثر تقدما من أي دولة في قضية الوجود المرتزقة، خاصة المرتزقة السوريين الموجودين على الأراضي الليبية، ثم بعد ذلك كذلك قوة فاغنر، لسبب مهم جدا وهو اقتراب هذه المنطقة من منطقة تشاد والنيجر ومالي. عندك أكثر من 5000 جندي فقط المعروفين المعلن عنهم فرنسيين موجودين على مئات فقط الكيلومترات من الجنوب الليبي، وبالتالي هناك فعلا الأمن القومي في النهاية الفرنسي هو معرض لخطر، والعلاقة ما بين موسكو ومع باريس ليست على ما يرام. فلذلك هو يريد في النهاية تأمين منطقة حساسة بالنسبة له، تعتبر ليبيا فعلا يعني هي عمق استراتيجي بالنسبة لفرنسا، ولذلك فرنسا متقدمة لكنها قالت بصراحة أنها تحتاج الولايات المتحدة. أعتقد أنه بايدن سيساعد فرنسا في هذا المسعى، وهي قضية وضع جدول زمني لانسحاب القوات من ليبيا، وأعتقد هذا هو لابد يعطي شيء بالنسبة لروسيا، أن روسيا لن تكون الوحيدة المطالبة بالخروج من ليبيا. طيب سيد إلى واشنطن سيد حافظ الغويل، يعني الخطة الآن التي تقول عليها بوليتيكو، ماكرون عرض على بايدن وأردوغان خطة إخراج مرتزقة، يعني كما هي موضح مسألة خروج السوريين ثم خروج فاغنر ثم خروج القوات النظامية التركية التي أبرم المجلس الرئاسي السابق معها اتفاقية للدفاع في هذا التوقيت. يعني الحديث يأتي بعد حديث ستيفاني ويليامز عن 90 يوم وفشلت هذه الخطة، وفشل هذا الاتفاق الذي حدث أيضا بالمناسبة في جنيف عن خروج القوات الأجنبية خلال في غضون 90 يوم. أسأل هنا ما هي واقعية هذا الطرح الفرنسي سيد حافظ؟ والله يعني زي ما يقولوا الناس عندهم الحق أن يحلموا كيف ما يبقوا. ماكرون البروبوزل اللي تكلمت عليه بوليتيكو أمس الفرنسي، هذا يعني مجموعة من الأماني حقيقة، ويصبح من الغباء في نظري لو الليبيين فعلا يوافقوا عليه، لأن هذا يمثل المصلحة الفرنسية لا يمثل المصلحة الليبية. أولا عند تتحدث على المرتزقة، هناك يعني شيء بسيط وهذا لا يمكن أن يستعبط الأمريكان أو آخرين، أنك أنت هناك مجموعات كثيرة من المرتزقة، عندك مثلا التشاديين، عندك الجنجويد، هذه قوات معارضة لحكوماتها وحكوماتها لن تقبل بها أن ترجع،
يعني احنا زي ما شفنا مثلا عندما حاول القوات التشادية بتأييد واغنر ان يدخلوا للتشاد من حوالي شهر، هذا حدث. فهذه تحتاج الى خطه معينه، تحتاج الى انك انت تتعامل مع هذه الدول التي على اسس ان هي تقبلهم ان يرجعوا، لان كندا وين بتحطه؟ هناك طبعا المرتزقه الروس واغنر والذي لا تعترف بهم روسيا اصلا، يعني هذوما كيف تتعامل معهم اذا كان حكومتهم تقول لك انهم مش موجودين وما يتبعونيش؟ مع ان العالم كله يعرف ان ذلك غير صحيح، وان الواغنر هي جزء من القوات الخاصه الروسيه التي تستعمل حول العالم، لان روسيا ليست لها كما تفضل الضيف من جنيف، ليست لها القدره العسكريه او الاقتصاديه في ان تبعث قوات كبيره. هناك طبعا المجموعه اللي هم قاعدين يركزوا عليها وهي السوريين التركمان اللي هم يقاتلوا تحت مظله الجيش التركي في اكثر من مكان، في سوريا معهم، في أذربيجان، وهم جزء من اتفاق دولي مع حكومة تعترف بتواجدهم فيها، تعترف أنهم جزء من جنودها، فهذا ممكن أن تصل إلى اتفاق مع تركيا. أما منطق أن والله يطلع السوريين الأول وتحاول أن تساويهم بقوات واغنر وثم قوات العسكرية التركية، هذا قرار يجب أن يكون في ليبيا. أنا في نظري استراتيجيا إن محاولة خرق أو إلغاء تعديل الاتفاق الأمني العسكري مع تركيا في هذه الفترة هو شيء مضر جدا 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 للمصلحة الليبية، لأن بدون التدخل التركي ما كنا وصلنا إلى هذا المسار السياسي الآن، ولا كانت الحرب إما مستمرة. لكن يعني قبل ما تغادرني سيد حافظ، أن تدخل التركي هو من أوقف محاولة احتلال طرابلس من القوى المرتزقة، يعني كما قال حتى الرئيس الجزائري الأسبوع الماضي، يعني فمحاولة لخبطة الأمور كلها ومحاولة المساواة بين هذه القوات غير منطقي وغير عقلاني وضد المصلحة. كان حديث سابقا أن هذا التوازن هو الذي حرك المياه الراكدة، فتح قنوات كثيرة سياسيا في هذا التوقيت. لكن قبل أن تغدرني وأيضا ضيف الدكتور حسني، دعني أسأل هنا، هل تعتقد دكتور سيد حافظ أن ماكرون يحاول الاستفادة من هذه الومضة الجديدة أو الرؤية الجديدة تلقى السيد الرئيس جو بايدن في الملفات الخارجية واستخدامك وسيلة الضغط الآن على روسيا وتركيا؟ طبعا، يعني ماكرون وفرنسا دائما كانت قوة استغلالية، واشنطن دائما والسياسيين في واشنطن دائما عندهم شكوك كبيرة من فرنسا والسياسيين الفرنسيين. العلاقة بين فرنسا وأمريكا على مدى 60 سنة الماضية لم تكن أبدا علاقة صداقة أو تحالف أو ثقة، إلى درجة مثلا علاقتها مع بريطانيا أو ألمانيا. فيعني ماكرو الأمريكان يعرفوا بوضوح أن ماكرو يحاول أن يستغلهم للوصول إلى مصالح فرنسية في ليبيا وفي منطقة الساحل، وهذا شيء ممكن أن يتعاملوا معه، ولكن في المقابل لازم يدفع الثمن. السياسة هي صفقات، ماذا هو مستعد؟ مستعد هو أن يعطيهم في المقابل؟ بعدين واشنطن لازم تساوي بين مصالحها بين فرنسا ومصالحها مع تركيا ومصالحها مع مصر ومصالحها مع دول المغرب العربي، يعني فرنسا ليست هي الشيء الأساسي الوحيد. طيب أشكر سيدي، أشكر جزيلا الشكر سيد حافظ الغويل، شكرا جزيلا. دعوني أنتقل إلى جنيف، إلى الدكتور حسني عبيدي. دكتور حسني، يعني هذه الخطة الماكرونية بالتأكيد لديك تعقيب عليها، التي وصفها ضيفي من واشنطن بأنها ربما قريبة من مسألة التمني والأمنيات في هذا التوقيت، لكن أنت تقول أن فرنسا يهمها الآن الجانب الشرقي في ليبيا، أمنها متعلق بمن موجودين في فرنسا والجنوب خاصة، وهذا الجنوب الذي تسيطر عليه القوات القيادة. أسأل هنا،
هل يعني ما يقوم به الرئيس الفرنسي الآن أنه ترك حليفه شرقا وذهب إلى اتجاه الغرب في اتجاه الأتراك والحديث مع الرئيس أردوغان، هل يمكن أن نصور هذه الخبر في هذه الصورة كمحور الآن، أن هناك محور ربما يبرز فرنسي تركي لمحاولة تسوية الصراع والنزاع، وايضا وضع رؤيه جديده سيد دكتور حسني؟ هو الرئيس ماكرون يعلم بان هناك اجنده جديده وهي قضيه مؤتمر برلين المقبل، ولذلك يريد فعلا ان يكون الاقتراح الفرنسي احد المسودات التي ستناقش حتى وان تم تعديله، وهو طرح الموضوع حتى يتم تعديله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اعتقد ان الرئيس ماكرون كما تعلم يعني انتقد داخليا حتى من قبل العديد من الأصوات المسموعة داخل فرنسا بأنه في النهاية أخطأ في ليبيا باعتبار أنه اعتمد اعتمادا كليا على حصان كما تقول خاسر، وهو المشير خليفة حفتر، وأنه الاعتماد فقط على المشير كان خطأ استراتيجيا بالنسبة ليبيا بالنسبة لفرنسا، لأنها يمكن أن تخسر كذلك حلفائها في المنطقة الغربية. فهو يحاول الآن عملية توازن ويريد فعلا كذلك إعطاء غطاء سياسي أو إيجاد محاور سياسي في المنطقة الشرقية، وفي نفس الوقت كذلك التحاور مع تركيا. لكن فقط إذا سمحت لي هناك نقطة مهمة، يعني المقاربة الفرنسية في النهاية الإيجابي فيها هو أنها أصلا أقنعت الأتراك إلى درجة كبيرة، يعني الأتراك لا يرون مشكلة في تجزئة الوجود التركي، وهي نقطة دبلوماسية مهمة على قد دولية، أن تركيا تعطي الانطباع وكأنها تنازلت، كأنها وافقت على هذا المقترح ووافقت أصلا حتى على طلب أمريكي، لكن لن تبدأ بالقوات النظامية كما تقول، لكن تبدأ بقوات أخرى مساندة، سمها كما شئت، مرتزقة أو قوات أخرى، وأنا أتفق أن هناك قوات أخرى من الجنجويد من تشاد إلى غير ذلك، لكن القضية أنه مدام المشكلة الأمنية مهمة، توحيد المؤسسة العسكرية حسب مخرجات مجموعة 5+5 مهم جدا، فلا يمكن في النهاية توحيد المؤسسات الأمنية وبناء جيش وطني يسهر على العملية السياسية بوجود قوات أخرى خارج السلطة الرسمية للبلد. هذا هو المقترح في النهاية الماكروني، لكن هو قابل للنقاش وقابل للتعديلة. والشيء الإيجابي أنه ماكرون في النهاية أصبح أكثر، لنقول أكثر مرونة مما كان عليه في السابق، مع رأى بأن الموقف الليبي معاكس هو الموقف الألماني. واقعية مرونة دكتور، واقعية مرونة. لا، هي الواقعية جزء، هي المرونة جزء من الواقعية. دكتور قبل أن تغادرني، هل ما يحدث الآن من كل هذه التحركات تصب في صالح برلين 2 دكتور، للتسوية، لوضع أسس جديدة، التأسيس لمرحلة أخرى؟ شوف، هي قطعا نعم من الناحية القانونية، يجب ألا ننسى بأنه في النهاية لابد أن تكون مظلة واحدة، تعدد في النهاية، تعدد المنصات وتعدد كذلك الاقتراحات يعني غير يعني مش إيجابي دائما، يعني مثل ما نحن ضد تدخل الأجنبي السلبي العسكري، كذلك تعدد المبادرات وتصبح كل مبادرة في النهاية هي تعبير على دولة معينة، لا سيؤخرنا وفي النهاية سيخلق لنا متاعب كبيرة على طريق الدبلوماسي. لكن فمهمة برلين هي توحيد كل المنصات الأخرى حتى تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة، وهذا يعتقد نقطة إيجابية. نعم هناك تنافس الآن من أجل الوصول إلى برلين 2 بمقترحات إيجابية. أشكرك دكتور حسني عبيد. دعونا مشاهدينا الكرام نقف عند هذه النقطة وأعود مع ضيفي المحلل السياسي سيد فيصل برايقة لنتحدث أيضا فيما يتعلق ب5+5، مسألة واقعية هذا الاتفاق، كل ما يحدث الآن وتفكيك هذا الملف محليا، شن إمكانية أن يطبق. بعد الفاصل نعود مع فيصل برايقة. سيدات والسادة، أرحب بكم من جديد في عكس السيار. مرة أخرى نعود إلى مسألة الاقتراح الماكروني إن صح التعبير، وضيفي المحلل السياسي سيد فيصل برايقة. شراكة أم صدام، كانت تسأل بوابة الوسط عن هذا الأمر، لكن الملفت الآن أن هذا الدور أو هذا الحديث يأتي قبل مسألة برلين، وهذا النقاش وهذه الخطة تأتي أيضا مع الإخفاق السابق
أو مع حديث ستيفاني ويليامز أن في بحر 90 يوما من هذا التوقيع يعني يتم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وغيرها من المرور. لكن ما طفى على السطح هو الكلمة الأخيرة التي ذكرها الدكتور حسني عبيدي في حديثه أن فرنسا اتجهت إلى الأتراك، ربما تجد قاسم مشترك بسبب الواقعية وربما تجزئ المشكلة كما ذكر. مرة أخرى أعود للسيد فيصل بن رايقة. سيد فيصل، يعني من ليبيا الجديدة ككل، أنت تعرف من هذه اللآت الكثيرة التي تطارد المشهد السياسي الليبي والعسكري، لا اتفاق سياسي، لا تسوية سياسية يمكن نقول أنها ناضجة، لا 5-5 تم تنفيذه وغيرها من الأمور. لكن يعني هذه الخطة حينما نراها، هل تعتقد أن ماكرون يعول على الومضة الجديدة التي اطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها تجاه شمال أفريقيا والشرق الأوسط وقضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي؟ هل يمكن أن فرنسا تحاول الاستفادة من واشنطن؟ نعم أستاذ محمد، الفرنسيين كانوا يحاولون يستفيدوا أبعد مدى من خلال وجود إدارة، مازلت أصر على وجود إدارة بايدن وانخراطها أكثر في الحالة الليبية. هذه الاستفادة كانت عبر اتصالات ما بين وزير الخارجية الأمريكي بليكن ولودريان حوالي نص ساعة للتفهم وجهة النظر الفرنسية قبل ما يتجه الأوروبيين هم الثلاثة سواء هاس أو ديمايو أو لودريان على طيارة واحدة ويتجهوا إلى لقاء السيدة المنقوش في طرابلس. وجهة نظر الفرنسيين كانت متفقة تماما مع اليونانيين بضرورة خروج الأتراك، هم لديهم حساسية خاصة مع الأتراك، ولا أخفيك سرا بأن الفرنسيين كانوا هم من يقوموا بعملية تغذية الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي اتجاه الأتراك، حتى عملية عرقلة انضمام الأتراك للاتحاد الأوروبي من عرقلوها من التسعينات هم الفرنسيين، بل أحدهم وصف بقوله بإمكاننا ضم المغرب للاتحاد الأوروبي أحسن من ضم الدولة التركية. إذن المشكلة شائكة جدا، كانوا الفرنسيين يعولوا أكثر على انضمام الولايات المتحدة لهذا المشروع، ولكن ما حصل أخيرا وهو التقديم المبادرة أسميها المبادرة الفرنسية والعرض التركي الصخي. وهنا أشدد على تركيا كدولة أقليمية صاعدة، تركيا لديها رغبة ولديها تطلع، هنا أتحدث كموقف محايد بغض النظر عن العواطف لدي تجاه هذه الدولة والروح التوسعية. بعيد النظر عن الأيديولوجيا، أنت لا تقيم بشكل الأيديولوجي، تقيم بشكل الواقع الآن وقوته. لكن أنت تقول أن الآن يعني عرض سخي من تركيا اتجاه فرنسا، لكن هل غامرت فرنسا سيد بن رايقة بلجوءها لتركيا؟ وإذ كنت ترى هذه النظرة، ما الذي ستخسره فرنسا بترك حليفها شرقا في الرجمة؟ ما قصدته أستاذ محمد هو التقديم، العرض الصخي جاء من أردوغان للولايات المتحدة. الولايات المتحدة حتى الآن لم تتبنى موقف، حتى في حديثها مع الرئيس بوتين تتحدث بجمل أفتح القوس إعادة الاستقرار، المساهمة في إعادة الاستقرار. الرئيس بايدن تقريبا في خلال أسبوع أجرى حوالي 10 لقاءات، وفي عدد القضايا التي تناولها قرابة 40 قضية. العرض الصخي جاء من الأتراك عندما تحدث الرئيس أردوغان بأن قادر على إعادة الاستقرار لأشرف غاني وهو الرئيس في الدولة في أفغانستان من خلال إيجاد 1500 جندي بعد انسحاب الولايات المتحدة وبقية دول حلف الناتو وانسحابها تماما. خسرت حكومة غاني حوالي 27 مديرية داخل الدولة أفغانستان، يعني أمام تقدم طالبان استطاع الجيش الأفغاني استعادة مديرية واحدة ومقتل حوالي 22 جندي. أستطيع القول بأن حماية المطار أو ما قدمه من عرض سخي حماية المطار، يعني 3 كيلومتر على قصر أشرف غاني، 2 كيلومتر عن مقر الحكومة، 900 متر عن الشارع الدبلوماسي. الأتراك جادين، وهذا التطور والرغب الجموح لدى الرئيس أردوغان والتي يحاول يدخل بها انتخابات 2020. باشمهندس، نتعرف أن المسألة الآن مربوطة ب ب ب ب
هذا التوجه الجديد للإدارة الأمريكية بالتواجد وعودة الديمقراطيين الآن للساحة بعد العادة ترامب الذي سبب كثير من الفوضى؟ يبدو أن لا تركيا ولا فرنسا لديها خيارات كثيرة، وبالتالي لابد أن تقدم هذه العروض السخية في هذا التوقيت. أعود إلى سؤالي، هل غامرت فرنسا بلجوءها لتركيا وترك حليفها شرقا؟ وإذ كانت ذلك، ما الذي ستخسره فرنسا بترك الرجمة سيد بريقة؟ طبعا ماكرون منذ مجيئه إلى السلطة حاول أن يحسن وأن يقدم وأن يحسن ما يعرف بصورة الجمهورية الفرنسية الخامسة. هو بذل جهد في هذا الاتجاه من خلال انخراط أكثر في أفريقيا، انخراط في الأزمة الليبية، هذه المؤتمرات، ولكن الرجل فشل تماما، لأن فرنسا لا يمكن أن تكون بقوة وإرادة الدولة التركية ولا حتى بالجيش، رغم تصنيفات جلوبال فاير باور المتعلقة بتصنيف الجيوش. الرئيس الفرنسي حتى الفترة الأخيرة، حتى أربط المواضيع ببعض يا أستاذ محمد، الفترة الأخيرة لديهم إشكالية كبيرة فيما يعرف بدول الساحل والصحراء، وإيقاف عملية برخان، العملية الأمنية شملت تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، يريدون الآن الانسحاب الفرنسيين منها نظرا لتواجد وشكوك لقوى الواغنر التي وجدت في الجنوب، ويقال بأن كان لها دور فاعل في خلخلة وزعزعة الاستقرار في دولة التشاد، والآن متوسعة إلى 15 دولة. إذن الفرنسيين فشلوا أمام القوى الصاعدة الإقليمية الصاعدة، وهي التي تمثلها أردوغان. أردوغان أيضا مثل البراغماتية، لم أستوعب يوما بأن يتخلى عن الأيديولوجيا جماعة الأخوان المسلمين بما يعرف ببوست أخوان، ما بعد الأخوان، أن يتخلى عنها ويشرع في التباحث مع جمهورية مصر العربية على مستويات الأجهزة السيادية الأمنية وعلى مستويات الخارجية المصرية، ليحدث نوع من المواءمة في سبيل 5 مليار دولار سنويا ما بين هاتين الدولتان. الفرنسيين وجدوا الآن أنفسهم محرجين، قدموا هذا العرض، يبقى قبول العرض من عدمه هو المناط به ببرلين 2 تحت منصة برلين 2. هذا العرض، الحديث عن ميليشيات أجنبية، الحديث عن قوات أجنبية، الحديث عن مرتزقة، حاول ماكرون أن يفصل ما بين هذه المجاميع العسكرية كلها، ولكن لم يسمع رد من الرئيس التركي أردوغان، هذا قولا واحدا من خلال بعض المعلومات. ضف إلى ذلك أستاذ محمد أن الأتراك لن يتخلوا عن، للأسف أنا أقولها بمرارة، لن يتخلوا عن ليبيا بعد ما أقاموا بها قاعدة متطورة وهي في الوطية، أمروا بإخراج الليبيين منها بالكامل. المعلومات الأخرى التي أريدها هو تم توبيخ أو تم تعنيف السيد ما يقدم على أنه رئيس الأركان، السيد الحداد، في زيارتهم في مايو الماضي، وأيضا في هذه الزيارة، لأنه تم توجيه لها اللوم بعدم تشكيل 4 ألوية ليبية يتم الإشراف عليها من قبل العسكريين الأتراك، ويتم تكوينها بدل أي قوى أخرى، ويكون الأتراك كقوة نخبة عسكرية لعملية التدريب. أيضا أستاذ محمد، في هذا الاتجاه لا أخفيك سرا بأني تواصلت مع بعض الأصدقاء في إحدى الدول، قمة برلين المزمعة وجهت رسالة إلى الدول المغربية بعد الجفوة التي حصلت بينهم، والتي حسبها المغاربة على أنهم تم إبعادهم من هذا المسار. أجد من ضمن أجندة هذا الاجتماع هو الحديث عن إنشاء قوة أمن مشتركة، قوة أمن مشتركة تعطي الدلالة الواضحة عن إخفاقات الأسف عن لقاءات 5+5 بعد لقائهم في جنيف، ثم غدامس، ثم البريك، ثم العودة. شنو الجديد اللي قدمه ماكرون الرئيس الفرنسي على نظير الأمريكي والتركي حينما يقول يعني من هذه الخطة يعني هي مشابهة لموجود 5+5، ولكن المسألة تختلف في فقط في جدولة من سيخرج أولا والتوقيت. يعني هل تجد مثل هذه الخطة واقعية سيد فيصل، يمكن أن تنفذها روسيا وتخرج فاغنر وباقي القوى الموجودة، جنجويد وغيرها، جدية هذه الخطة أن يخرج السوريين وتخرج القوات التركية الموجودة الآن في هذا التوقيت؟ بالتأكيد السيد ماكرون هو ما قدمه هو عبارة عن رغبات وعبارة عن أماني، وليس لديه ما يطبق على الأرض. هو لا يوجد تواجد فرنسي موجود على الأرض،
وبالتالي كل ما قدمه هو عبارة عن رغبات. من الممكن أن تحدث عن جدولين زمنيين فقط، ولكن ليس لديه الآلية وهو غير متواجد على الأرض، وبالتالي لا يستطيع أن ينفذ ما قد يكون قد من المحتمل أن يلتزم به. ما أتصوره هو الحديث الجدي، هو الحديث الجدي من الأتراك، وهم الأخطر الأتراك. الأتراك في حديثهم في الثلاثاء الأخير في نوفمبر 2019 عندما كان حديثاً مع الرئيس ترامب وقالوا له نحن سوف نعيد الاستقرار بعد الشبهات، وحديثة فيكتوريا كوتس مساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق عن وجود الواغنر. هنا أعطيت الإشارة للأتراك واستخدم مصطلح بين مزدوجين أنهم استطاعوا أن يعودوا الاستقرار كما يقولون هم في خلال 6 أشهر. الأتراك لديهم قوة عسكرية منظمة وهو الجيش، ولديهم ميليشيات التركمان وألويات السلطان مراد التابعة لشركة سادات وجهاز المخابرات الوطني التركي. إذن الفرنسيين لن يستطيعوا أن يغيروا من الواقع شيء. نعم. الأتراك هم ويبدو الرد كان مرقادرين. نعم سيد فيصل، لأن حتى الضغوط جاءت من بروكسل سابقا فيما يتعلق بهذه النقطة وهي مسألة الخروج الآن، وكان هناك وفد تركي رفيع المستوى زار طرابلس وانت اشرت الى هذا الامر، وكان هو الرد كما تقول صحيفه بن شفيق التركيه. لكن الان كل هذه الامور يبدو محاوله، يعني اذا ما ذهبنا الى مساله السيناريو الان واخذ المؤشرات الاولى، هي محاوله تهدئه الامور حتى ندخل الى برلين 2. لكن هل تعتقد ان مثل هذه اللقاءات اللي حدثت في الجي 7 في لندن، في بروكسل اجتماع الناتو، في اللقاء الاستثنائي في جنيف بين جو بايدن وفلاديمير بوتين وهذين القوتين، هل هذا يخدم بإيجاد أرضية ملائمة فيما يتعلق ببرلين 2؟ هل هذا كل ما يحدث الآن يصب إلى برلين 2 سيد فيصل؟ بالتأكيد، بالتأكيد يصب في مصلحة برلين 2. هناك الآن عدة عروض أتصورها وهي مهمة، وهي إخراج القوى الأجنبية المتعددة التوجهات ومتعددة الجنسيات. هذا أمر طبعا مهم، نحن على الأقل يقول لك الهم فيما تختار، على الأقل يكون عندك طرف واحد من الممكن أن تتعامل معه هو أفضل من أي شيء آخر. الأمر الآخر المهم اللي في برلين 2 وأيضا من خلال الأجندة المطروحة، وهو جهد هذه الدول ينصب في اتجاهات انتخابات 24 ديسمبر. لا أخفيك سرا بأني يوم الأمس في لقاء مع المستشار صالح وهو حديث حول ذهب إلى إيطاليا ومقابلة الشيوخ النواب رئيس الحكومة وزير الخارجية، الحديث حول تنسيق المواقف معه حول برلين 2، تنسيق المواقف مع المستشار صالح بحكم بأن لديه الخبرة ومتمرس وكان صاحب هذه المبادرة، وأيضا لي محاولة حلحلة القضية الدستورية والذهاب إلى الانتخابات. سنأتي عندي لك فيما يتعلق بالقضية الدستورية، لكن يعني أنت تقول أن ما يحدث الآن هو يخدم لبرلين 2، لكن يعني السؤال تشكيكي، لأن حينما أعلن على برلين 2 كأن هناك شكوك على برلين 1، والحقيقة واقعية لا تحتاج إلى إجابة أن برلين 1 أوصلت في مسار سياسي، لكن باقي المسارات لازالت في انسداد في الشرائين. لكن أسأل هنا، هل التوافقات التي نراها الآن توافقات حقيقية، صورة حقيقية تعكس الحقيقة بين هذه الدول، أم أن الكواليس لازالت وراءها كثير من الإشكاليات وتعكس النقيض لما ذكرته في مطرح سؤالي سيد فيصل؟ التوافقات أتصور بأن الموقف الأوروبي يكاد يكون موقف متقارب ويكاد يكون موقف صلب، يعني لم نرى هذا التزاحم والتنافس. لكن هم خارج الإيطالي اللعبة أستاذ فيصل، أنت تعرف أنهم خارج اللعبة بعيدا عن روسيا وتركيا، يعني على الأقل مصالحهم هم مضمونة. أتصور بأن الأتراك الآن كانوا هم أكثر ما يشكلوا من تحدي، وخاصة لليونان وللفرنسيين في قضايا الغاز، وبالنسبة لليونانيين في قضايا خاصة بهم ومتعلقة بقبرص. ولكن الآن أصبح الموقف الأوروبي أكثر اتساقا، حتى المكان الذي عقد فيه وهو ألمانيا قد يكون مقتربين أكثر من الأتراك. لكن التحدي الأكثر والذي من الممكن أن يسبب إشكالية رغم ما أتصور ما يحدث من انفراج على الموقف الدولي، هو الصعيد الداخلي، يعني الحديث عن الذهاب للانتخابات والحديث وضع كما يقال العصي في الدواليب هو ما يجري من الليبيين، وبالخصوص الحديث عن الانتخابات
هذه تفاصيل استاذ محمد اريد ادخل فيها. طيب هل الذي ما وصفته انفراجا في الخارج الخلافات الموجوده الان، هل هذا سينعكس بان المجتمع الدولي سيحاول تنفيذ بعض الياته او مما يملك في يده لحسم الخلافات داخليا وخاصه فيما يتعلق بملف مهم الان وهو ملف الانتخابات، اذ ما ابتعدنا قليلا عن 5+5 والملف العسكري سيد فيصل؟ نعم استاذ محمد، اتصور بان الجلسه الاخيره اللي كانت لمجلس الامن والاحاطه الخاصه بمجلس الامن، هذه الدول لا تتحدث يعني لمجرد الحديث، مندوبه الولايات المتحده تحدثت عن عقوبات حتى للمعرقلين، الرئيس بايدن اتصور لديه قانون اعاده الاستقرار والذي تم التصويت عليه الاخير وهو موجود في الدرج وهو مناط بتنفيذه الى سنه 24، اذا لديهم الادوات للتنفيذ، واتصور بان الفتره القادمه الحديث عن المعرقلين هو سوف يكون الاعلى صوتا لدى هذه الدول، يعني ان تعرقل العقبه وتضع العراقيل وان لا ترضى بالانتخابات ولا ان نرضى بالنتائج وان لا يدخل فلان ولا ان الدخول في تفاصيل هذه القضايا، هو سوف من يتم التلويح اليهم العقوبات هو من الاوروبيين. اتصور بان خطاب الاكثر اتزان كان من المستشار صالح وايضا حتى من المشير حفتر دون تحيز، يعني قبولهم بالعمليه الانتخابيه، الذهاب الى صندوق الانتخابات، الذهاب الى الورقه الدستوريه بدل الدستور، يعني هناك جمله من بعض الفاعلين السياسيين في برقة في الشرق الليبي يريدون الذهاب الى العمليه الانتخابيه. نرى تأزيم. سيد فيصل، هل يستطيع الخارج حسم هذه الملفات في الداخل؟ الدكتور حسني عبيدي يرى ان الخلاف خارجيا اكثر من هو داخليا. خارجيا الان اصبح الفاعل او الملف كان هو بالكامل لدى الروس ولدى الاتراك، دخول الولايات المتحده وانخراطها اتصور استعاده زمام المبادره، الاوروبيين لا وجود لهم، يعني حتى انسحاباتهم يتبعوا في الولايات المتحده، زمام المبادره اتصور تم استعادتها من قبل الولايات المتحده، الولايات المتحده بدل التساوم او الكومبرومايز والتسويات التي تحدث ما بين الروس والأتراك في عدة ملفات بداية من سوريا والعراق وحتى أذربيجان، الملف الليبي أضيف لهذه الملفات، أتصور الولايات المتحدة ضبطت مقود هذه العملية وأصبح الأتراك أكثر استماعا، حتى العرض الأخير فيما يخص أفغانستان شوف المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة، الأتراك قادرين على تغطية هذه المصالح وهذه التسويات، ليبيا من ضمن هذه الملفات. الخلاف الخارجي أتصور بأنه سوف يضيق شيئا فشيئا، ولكن الإشكالية لدينا في الداخل الليبي وتعميق الهوة نراه يوما بعد يوم، حتى الخطاب الكراهية حتى تصرفات الحكومة، لا نريد أن نفصل حتى في نقل المؤسسات الإعلامية في بعض هذه التصرفات وبعض الندوات التي حضرناها بخصوص الدستور، تجد بأن الليبيين يتحدثون وكأن لم يحدث حكومة ولم يحدث تخفيض لهذا الخطاب ولأن لم تحدث عملية الترضية ولا عملية التسوية حتى نفسيا. طيب الآن حتى الإشكالية واجدة في الداخل خاصة باتجاه الحكومة، وربما الأحد القادم سيكون لنا حلقة خاصة فيما يتعلق بمئة يوم عن الحكومة من هذا الحين نعلنها، لكن الآن هذه المعضلة، أنت تعرف الخلاف الآن خارطة الطريق تم توقيعها ونهاية خارطة الطريق مسارات متعددة مترابطة وكلها موجود للأسف فيها لائنة السفرية بالكاد تكون عدمية نتيجة أن المواقف على ذاتها سواء كانت دستوريا أو حتى ماليا أو حتى فيما يتعلق بهذه الحكومة التي منحت ثقة ولم تمنح ميزانية وأشياء غريبة تحدث في هذا المشهد الليبي، لكن معضلة القاعدة الدستورية لأن المسألة تتعلق بالمستقبل وهو شأن محلي بامتياز، واستمعنا اللقاءات الكثيره والخلافات فيما يتعلق، ونحن اليوم في 17 وما زلنا اقل من 13 يوم كيف ما يتكلم السيد عماد السائحي بقاعده دستوريه وقانون الانتخابات. اسال هنا ونحن على يعني في بحر اسبوع على برلين 2، هل بالامكان، انت ذكرت بايدن وما لديه من قانون استقرار في ليبيا، صلاحيات خاصه بالمعرقلين، مجلس الامن وخيار المعرقلين ومعاقبه المعرقلين، هل تعتقد أن يمكن لهذه القوى إن اجتمعت في برلين 2 وهذه المرة سيكون معها ليبيين ليس كما المرة الأولى فرض خيارات
بعينها في مسألة الانتخابات سيد فيصل بوريقة؟ نعم أستاذ محمد، في الحديث جرى بالأخص من الغربيين وبالأخص من الولايات المتحدة، واستطيع أن أسميه هو ضابط الأوركسترا بلينكن وزير الخارجية، دائما ما يتحدث عن استعادة السيادة الليبية تأتي من خلال الانتخابات. كان في ترجمة لهذه الرغبات من خلال التغريدات، كانت من خلال التواصل المباشر من سوليفان، ونحن جزء من هذا العالم، والمجتمع الدولي المتمثل في القوى الفاعلة هي الولايات المتحدة، هي ضاغطة في اتجاه إنتاج حكومة من خلال الانتخابات. هذا قولا واحدا. إذن لماذا هذا التشنج الحاصل لدى البعض من أعضاء مجلس الدولة والتهديد والتلويح بإقالة عماد السائح؟ إذن يعرفون جيدا بأن المجتمع الدولي ذهب في هذا المسار، ذهب في هذا الاتجاه، حتى السيد عماد السائح يعني ذهب في اتجاهات، أنا أريد أربط الأمور بعضها أستاذ محمد، يعني وجدوا في أن هذا الرجل يريد تذليل كافة الصعوبات، حتى الحديث على مشروع الدستور والاختلاف عليه قدم البديل له من خلال ورقة جاهزة، من خلال حتى الاجتماع الذي سوف يكون يوم 28 يونيو إلى يوم 1، والتصويت على النقاط الحساسة المتعلقة بالجنسية والمتعلقة بالانتخاب المباشر وغير المباشر، حتى بقانون الانتخابات، حتى بعملية التسجيل التي سوف تبدأ يوم 3. أنت تعول على مسألة برلين 2 وضابط اللقاع كما تقول وزير الخارجية الأمريكي، لكن هل بإمكان برلين 2؟ لأن أستاذ فيصل أنت تعرف أن برلين الأولى التي لم يشارك فيها الليبيين نعم أنتجت مسارات سياسية، وكانت يعني هذا المسار الآن موجود الذي تسير عليه الحكومة الآن والمجلسين هو مسار هش قد ينهار في أي لحظة بسبب الخلافات الآن فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، لكن هل لبرلين 2 الإمكانية أن تضمن أن هناك انتخابات في نهاية العام؟ هذه القوة؟ بالتأكيد التأكيدات التي أستطيع أن أقول لك أنني سمعتها من مصادر مسؤولة، ليس هناك تهاون في موضوع الانتخابات، ليس هناك تهاون. طيب. الذهاب إلى الانتخابات هذا قولا واحدا، هناك تحدي أستاذ محمد، وهذا قد يكون يعني لصالح البرنامج، هناك حتى موضوع المناصب السيادية من الممكن أن تحصل فيها تسوية يوم 27، من الممكن أن تحصل فيها تسوية وأن يحصل التغيير فيها باستثناء ديوان المحاسبة، رغبات السيد خالد المشري ورغبات بعض أعضاء مجلس الدولة لا يريدون تغيير السيد خالد المشري. إذن مسار الملف المناصب السيادية أتصور أن سوف يحصل فيه انفراج مع احتمال جزء من الميزانية يوم 27. طيب هذه المسارات مرتبطة باختصار كنت المفروض أسألك على القاعدة الدستورية قبل الانتخابات، لكن القاعدة الدستورية الآن خلاف حول مسألة وين نمشوا، استفتاء ولا انتخابات برلمانية ولا برلمانية ورئاسية، هل تملك برلين أن تطرح خيارا معينا من ضمن هذه الخيارات؟ تعبد الطريق تجاه خيار واحد من هذه الخيارات؟ في رسالة مهمة أستاذ محمد، في 30 ثانية أستاذ فيصل أرجوك، يعني سمعت من المستشار عقيلة حديثة مع ريتشارد رولاند، إذا لم يتم التوافق وإنتاج يوم ما بين 28 و1 يوليو القادم، هناك القانون رقم 5 لسنة 2014 بانتخاب الرئيس بشكل مباشر. إذا الانتخاب فيه هو موجود، أي عرقلة لهذا الموضوع سوف يواجه المعرقلون بالعقوبات. الانتخابات موجودة وهناك قانون موجود، يتم التوافق من خلال لجنة 75 أو القانون 5 لسنة 2014. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد فيصل براقي، كنت معي عبر سكايب، كذلك أشكر ضيوفي الكرام الذين كانوا معي في الجزء الأول في هذه الحلقة، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف كان معي عبر سكايب من جنيف، كذلك من واشنطن عضو معهد سياسات بجامعة جون هوبكنز السيد حافظ الغويل، شكرا جزيلا لمن كان معي. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام عكس التيار لهذه الليلة، محمد زيدان يترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.